أسامة ألف مبروك، فوز مستحق للنادي الأهلي، والأهلي يضرب موعدا في النهائي مع الترجي التونسي ليكون لقاء عربي خالص. مظبوط، مبروك لجماهير النادي الأهلي، 50,000 المتفرج اللي كانوا في الملعب، مبروك للجماهير اللي قاعدة قدام شاشات التلفزيون، مبروك للإدارة، للجهاز الفني، للاعبين، لكل ينتمي للنادي الأهلي. فوز كبير ونتيجة 3-0 الحمد لله، كنا متوقعينه، ولكن طبيعة الحال في كرة القدم لما الماتش بينتهي أو أحداثه بنشوفها على الواقع بنبتدي نتكلم، لكن بعد التعادل اللي في مازيمبي كان عندنا أمل كبير قوي بنسبة 80-90% إن احنا نتخطى اللقاء، يعني ما كانش عندنا شك في كده، لكن زي ما كابتن شريف قال القلق ابتدى يخش عندنا من الكرة الهاند بول اللي جت في الدقيقة 57 والحكم رجع للفار واتلغى الهدف. بعد كده لعيبة النادي الأهلي تحس إن ابتدوا يحسوا بالمسؤولية أكتر والقلق أكتر، والجماهير ابتدت تشجع بحماس أكتر، فجبنا 3 أجوان هايلين، بالذات طبعا كرة وسام لما نيجي نتكلم عليها جون حلو جدا، وهزيمة لمازيمبي مستحقة في مجموع الماتشين، والنادي الأهلي أفضل في مجموع الماتشين وقدر يجيب 3 أهداف ويفرح جماهيره، وإن شاء الله كمان في النهائي اللي هو خلاص حسم مع الترجي التونسي إن شاء الله يكون البطولة في القاهرة في النادي الأهلي، يعني وخاصة إن الماتش الأخير خالص اللي هو على ملعب استاد القاهرة إن شاء الله، على ملعب استاد القاهرة يبقى الملعب كمان في عدد أكتر من العدد اللي كان موجود النهاردة، ونحتفظ بالكاس بقى للمره الكامل 13 ولا 12 ان شاء الله، ان شاء الله المره اللي ان شاء الله باذن الله. مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي الحمد لله.